جاو الباردو باش يجدوا العهد مع الشهداء، باش يجدوا العهد مع سيد الشهداء، شهيد الكلمة الحرة، شهيد الوطن والحرية، الشهيد اللي نبه للعنف والإرهاب، الشهيد اللي اليوم نحيوه ونحيو روحه ونغزر لتونس متاع غدوة اللي من غير لا إرهاب ولا استبداد ولا رجعية ولا تخلف. تونس بنساها ورجالها، تونس بشبابها وشيبها، تونس اللي مستحيل باش تسمح أن تولي مرتع للإرهاب. بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضوية، بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضوية، بعد الدم لا شرعية للعصابة النهضوية. شعب تونس ليل وهال يا غنوشي يا شباب، شعب تونس ليل وهال يا غنوشي يا شباب، شعب تونس ليل وهال يا غنوشي يا شباب. اليوم انت شبيك ضد الشرعية؟ ها؟ شبيك ضد الشرعية؟ الشرعية وفات. الشرعية ديجاج. ما عادش فما شرعية في البيت. باهي ماهو كي تحلوا المجلس التأسيسي والحكومة يولي فما فراغ وقتها. وقتاش كان فما مجلس تأسيسي؟ شو عمل المجلس التأسيسي؟ متزامنة مع اتصال باردو اللي هي تضم اليوم حضور مواطني جماهيري كبير. اليوم سي حمد الهمامي شنو ينجم يقول للشعب التونسي، خاصة أنه العديد يتساءل في صورة ما اسقطت الحكومة أو حل المجلس التأسيسي، ما هو البديل؟ نحن ماضيين نحو اسقاط كل المنظومة اللي جابتها 23 أكتوبر 2011 لفقدانها للشرعية، فقدت الشرعية من حيث القانون ومن حيث الأداء. وبالنسبة لنحن اسقاط المنظومة هذه ما هوش مش يدفع تونس نحو الفراغ، لأن الفراغ نحن عايشينه اليوم، ولأن البديل موجود. البديل حكومة إنقاذ وطني ومجلس وطني للإنقاذ يكمل ما تبقى من الفترة الانتقالية هذه
ويوفر كل الأجواء المناسبة والملائمة لانتخابات حرة وديمقراطية وشفافة تعطي تونس مؤسساتها الجديدة. تحية للشهداء، والوفاء للشهداء هو وفاء للمبادئ والأهداف والقيم التي استشهدوا من أجلها. الوفاء للشهداء هو مواصلة النضال من أجل تحقيق الأهداف والمبادئ والقيم التي استشهدوا من أجلها، وخاصة في ظرف كيما ظرف اليوم اللي بلادنا تعيش فيه أزمة كبيرة. مانيش باش نوصف الأزمة، لأن التوانسة الكل عايشينها، التوانسة الكل حاسين بها، التوانسة حاسين وشاعرين بالعنف والإرهاب والاعتداءات، التوانسة حاسين وعايشين غياب الأمن، التوانسة قاعدين يشوفوا في بلادها تتباع، التوانسة عايشين غلاء المعيشة، التوانسة عايشين البطالة، عايشين الفقر، عايشين التهميش، التوانسة عايشين التسلط، التوانسة قاعدين يشوفوا من الاستبداد يرجع. حل التأسيسي، حل التأسيسي، حل التأسيسي، حل الحكومة، حل الحكومة. الشعب التونسي قاعد يعمل اللي يلزم يعمله من غير ما حد يتوجه له بحتى شيء. الشعب التونسي فهم ووعى اللي اغتيال شكري بالعيد، قضية اغتيال شكري بالعيد ماهيش في مسار صحيح، مش قاعدة تمشي في مسار صحيح، وتدمر برشا الشعب التونسي، وخرج في حالة غضب واحتجاج سلمي مدني. منجم كان نشكر على اللي عمله، منجم كان نشعر اللي شكري بالعيد زرع بذرة وتونس قاعدة تجني في ثمارها. من خلالكم ومن أجلكم شكري بالعيد كان 24 ساعة يناظم، كان 24 ساعة يرعى حقوق الناس، حقوق المجتمع، حقوق المواطن، حقوق النساء، حقوق الشباب، حقوق المبدعين. شكري بالعيد ما توقفش لحظة على النضال، وانا في نضالي معاكم فهمتوا وعرفتوا وعايش نضاله. شكرا لكم انكم مكنتوني باش نعرف شريك حياتي في جانب اخر، شكرا لكم. اخواني اخواتي، يا شعبي العظيم، يا شعبي الامين، يا شعبي الصامد، باسم الاتحاد من اجل تونس، باسمكم جميعا جينا نقول اليوم امام هذا الحشد العظيم انه حشد عظيم، ما اروعه من لقاء وما اعظمه من اعلان، لأنكم اليوم إخواني أخواتي جيتوا من كل صوب وحدب من تونس باش تعملوا إعلان واحد أن الشعب التونسي موحد، أن الشعب التونسي واحد في وجه الإرهاب، في وجه الاغتيال، من أجل إنقاذ تونس.